سعد الصغير حاول قتل طليقته برلانتي عامر ووالدتها. شجار بينهما في الشارع تطور إلى مطاردة بالسيارة واصطدام. تصدر الفنان المصري سعد الصغير وطليقته برلانتي عامر اهتمام المتابعين خلال الساعات الماضية، وذلك بعد الحديث عن مشاجرة وقعت بينهما في الشارع تطورت إلى تشابك بالأيدي ومن ثم مطاردة بالسيارة واصطدام. وفي التفاصيل وبحسب ما نقلت وسائل إعلام محلية، فإن الحادثة وقعت عندما كانت طليقة سعد الصغير بصحبة والدتها وشقيقتها في منطقة حدائق الأهرام، حيث تصادف وجود المطرب الشعبي بسيارته في المنطقة، فدخلنا في مشادة معه بسبب المطالبة بحقوقها القانونية، تطورت بعدها إلى اشتباك بالأيدي. ونقل موقع القاهرة 24 عن مصدر قوله إن طليقة المطرب المعروف قامت خلال المشاجرة بتمزيق ملابسه واختطاف جواز السفر الخاص به من داخل السيارة ومزقته أمامه قبل أن تتوجه إلى سيارتها وتفر من المكان. وبحسب وسائل الإعلام توجه المطرب خلفهم ليلحق بهم، وفجأة توقفت عربة طليقته فاصطدمت بها سيارته من الخلف متسببا في أضرار لها. ونقل موقع مصراوي عن مصدر أمني أن الحادثة تسبب في إصابة طليقة الصغير ووالدتها، مؤكدا استقرار الحالة الصحية للإثنتين عقب خضوعهما للعلاج بمستشفى الهرم. وجرى تحرير محضر بالواقع واتخاذ الإجراءات القانونية للعرض على جهات التحقيق. وبإجراء التحريات تحت إشراف العقيد هاني الحسيني مفتش مباحث قطاع الغرب، تبين حدوث مشادة كلامية نشبت بين الصغير وطليقته بسبب خلافات سابقة بينهما، مما دفعها لتمزيق جواز السفر الخاص به ونشبت بينهما مشاجرة. وعقب ذلك انصرفت بسيارتها فلاحقها صغير واصطدم بها من الخلف، مما تسبب في إصابة طليقته برلانتي ووالدتها وتم نقلهما للمستشفى. الناس كلها بتموت مرة وأنا ميت يجي مليون مرة. وعقب تقنين الإجراءات تمكن المقدم أحمد عصام من إلقاء القبض على المطرب الشعبي سعد الصغير، وذلك بسبب تسببه في إصابة طليقته ووالدتها. وتلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة اختاراً من العميد علي عبد الرحمن رئيس مباحث قطاع الغرب يفيد بقيام الصغير بمطاردة طليقته والاصطدام بسيارتها وإصابتها هي ووالدتها بسبب خلافات بينهم. وأشارت مصادر صحفية أخرى أن سعد الصغير وفي التحقيق معه أن الأمر تم فهمه بطريق الخطأ من قبل الناس التي تجمعت عقب اصطدام سيارته بسيارة طليقته برلانتي عامر، وقال حدث خلاف بيني وبين زوجتي ما أدى إلى غضبها واستقلت سيارتها ومعها والدتها، وعندما حاولت اللحاق بها توقفت بشكل مفاجئ ما أدى لاصطدام سيارتي بسيارتها من الخلف وهو ما أدى إلى إصابتهما، وعندما تجمع الناس ظنوا أنني صدمتهما دون أن يعرفوا الحقيقة.